غادي ناخذ الكمية اللي غادي نحتاجه للبشرة والشعر ديال الروز. من الأحسن يكون هذا الروز العادي. غادي نديرهم يتسلقوا لمدة 15 دقيقة أو أكثر. من بعد ما يولي القوام ديالو بحال بهذه الطريقة، صافي هنا كنطفيو عليه وكنطحنوه مزيان حتى كيولي على شكل ماسك. بالنسبه للاضافات يمكن لكم تضيفوا الحليب او العسل، ولكن انا ما كنضيف، ما كنزيد حتى مكون اخر، كنخليه بهذه الطريقه كيجي بهذا الشكل. كما قلت لكم يمكن لكم انكم تضيفوا الحليب او العسل. كنديرو في علبة ونخليه في الثلاجة مدة اسبوع فقط. ولكن لو ضفتوا الحليب خصكم تشوفوا تاريخ الصلاحية ديال الحليب. انا ملي كنديرو غير بالروز والماء ما كنضيف عليه حتى حاجه، كيبقى مده اسبوع في الثلاجه. صافي بهذا الشكل كنطبقوه على الشعر مده نص ساعه عادي، وعلى البشره مده 10 دقائق حتى يجف. الشعر كنستعملوه مرتين في الاسبوع، والوجه كيستعمل يوميا